يوم الثلاث اللي قبل الإعلان الرسمي عن ظهور العدرا، كنا مجموعة من الأصدقاء قاعدين في نادي التجارة في شارع رمسيس، وجالنا زميل وقال لنا: أنتوا سمعتوا الإشاعة اللي طالعة إن العدرا بتظهر في كنيستها في الزيتون؟ فما كدبناش خبر، وتجمعنا كلنا ونزلنا وخدنا أتوبيس يودينا الكنيسة عشان نستكشف حقيقة الموضوع. لما وصلنا إلى قرب الكنيسة لقينا الأتوبيس توقف، والسواق قال لنا إنه ما يقدرش يكمل لأن المنطقة زحمة جدا وما يقدرش يخترق الجموع دي، وعلينا إن احنا ننزل عشان خاطر مش هيكمل هو في نفس سكته. فنزلنا فعلا ولقينا زحام شديد جدا، لكن كان الزحام مركز على الأرصفة، فقدرنا إن احنا نمشي مع بعض لغاية ما وصلنا عند باب الكنيسة. وإحنا كنا قررنا إن إحنا نكمل لغاية ما نوصل للتقاطع اللي بعد الكنيسة وناخد أتوبيس ونرجع نروح بيه. لكن لما وصلنا عند باب الكنيسة فوجئنا بزغاريط جامدة جدا وبالكتل البشرية اللي كانت موجودة على الأرصفة كلها تتحدف علينا، وفقدنا السيطرة على أنفسنا وفقدنا الاتصال ببعضينا. وبصيت لقيت نفسي أنا قصاد القبة الصغيرة اللي هي بتاعت الكنيسة اللي على الشارع، وأنا من تحت القبة ببص مع الناس للقبة، فرأيت تمثال نصفي ضوئي للعذراء مريم اللي هو الصورة اللي عندنا بالظبط اللي هي لابسة الطرحة، بيخفق جوه القبة زي نبضات القلب، ومع كل خفقة بيزداد وضوح. فالناس عمالة تزغرط والكتل بتحاول تحركنا، وأصبح كل همي أن أنا أثبت نفسي في الموقف اللي أنا لقيت نفسي فيه عشان أستمر أتملى في الصورة الرهيبة اللي موجودة جوه القبة. في اللحظة دي كان في الجراج بتاع النقل العام الموجود قصاد الكنيسة، العمال بتوعه جريوا وجابوا كشافات ضخمة جدا وسلطوها على القبة عشان خاطر إذا كانت بفعل فاعل الكشافات دي تمحو الصورة اللي موجودة. لكن الكشافات لما راحت، لما سلطت على القبة، بالعكس كانت الصورة تزداد وضوحا. في جزء من شباب الكنيسة جريوا وجابوا أبونا قسطنطين ورجعوه، جابوه على الكنيسة، طلعوه فوق أوضة تحت القبة مباشرة. الأوضة دي أنا اتقال لي وقتها إن الأوضة بتاعة القربان اللي بيتعمل فيها القربان. أبونا قسطنطين كان سنه كبير جدا، فساعدوه لغاية ما وصل إلى سطح الأوضة دي. أول ما وصل فوجئنا بإن العدرة التمثال الضوئي بتاعها ده بيبرز خارج القبة وينحني كأنه بيبارك أبونا قسطنطين أو بينظر له. وطبعا أبونا قسطنطين كان رافع عينيه لفوق، فساعة لما شاف هذا المشهد المذهل سقط على ركبه راكع وأحنى رأسه في خشوع. إحنا الحقيقة في اللحظة دي كان التكتل البشري اللي حوالين الكنيسة أصبح في حالة هياج عنيف جدا، ففوجئت بنفسي إن أنا بقيت خارج الشارع ووصلت للتقاطع الخارجي ده بدون أن أدري وبدون إرادة مني. بركة العدرا تكون معانا في كل ضيقاتنا وفي كل ظروفنا عشان تساعدنا وترشدنا وتقوي إيماننا.